استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي تطورات الأزمة القطرية. وأكد شكري عزم بلاده والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.